يسجل قطاع المطاعم في منطقة الشرق الأوسط نمواً يفوق ذلك المسجل في العديد من المناطق بالعالم، فقيمة سوق المطاعم بالمنطقة بلغت 79 مليار دولار خلال العام الماضي بحسب شركة يورو مونيتور للأبحاث. ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق في السنوات المقبلة القادمة بنسبة 4.3% حتى عام 2018. ويقدر حجم سوق المطاعم في دولة الإمارات حالياً بنحو 15 مليار دولار في ظل تزايد عدد المطاعم، فمدينة دبي وحدها تضم 6200 مطعم تقدم كافة أنواع المأكولات من كافة المطابخ العالمية. أعتقد أن المنافسة كبيرة اليوم في هذا القطاع، وهنا في دبي يفضل الناس تناول الطعام في الخارج، فدبي لوحدها تضم أكثر من 6200 مطعم، وهذا رقم جيد مقارنة مع بقية المدن. ففي لندن يوجد 18,000 مطعم، وفي باريس هناك 19,000 مطعم، أما في طوكيو وحدها فهناك 150,000 مطعم. لو نظرت إلى المطاعم الفاخرة هنا في دبي فستجد أغلبها في الفنادق، وذلك كون المطاعم الأولى التي افتتحت هنا استفادت من المساحات التي قدمتها الفنادق، كما في شركة الجميرة، حيث تقع أغلب مطاعمنا داخل الفنادق التي نملكها ونديرها. وقد قررنا مؤخرا إطلاق شركة جميرة لإدارة المطاعم، وقد لاحظنا افتتاح عدد من المطاعم خارج الفنادق مستفيدة من البيئة المناسبة في مناطق دبي الجديدة. ويشهد قطاع المطاعم في السوق السعودية توسعا كبيرا، حيث يتوقع أن تفوق قيمة القطاع هذا العام 17.5 مليار دولار. وهناك توجه واضح في المملكة نحو افتتاح مطاعم تقدم الوجبات السعودية التقليدية لكن بطرق عصرية. هلا اكثر واكثر عم نحس انه في ترند على اللوكل فود، يعني عم بيركزوا المستثمرين بالمطاعم على الاكل السعودي. مثلا عم نشوف في كذا محل بالرياض، بجدة، بخبر، على بس على اكل سعودي. عم نشوف كمان البيفرج، مثلا القهوه السعوديه عم يصيروا هلا في قهاوي كوفي شوبس عم يطوروها وعم بيعملوها لاتي ماكياتوز مع هالحب الهال والكاردامون. وتزايد اهتمام العديد من المطاعم بأذواق الزبائن، وخصوصا النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و35 عاما، فنمو إقبال هذه الشريحة على المطاعم يعزز نمو القطاع في المنطقة.